ببلد مثل لبنان تعودنا نقول تنذكر ما تنعاد، بس ان شاء الله نتعلم من كل شيء مرق لحتى ما ينعاد. اليوم معنا باستوديو علم الصباح شخص عزيز كثير على قلبي تانيا، ومعي كمان شخصين كمان عزيزين على قلبي من مدينتي صيدا اللي قضت كثير بهالكم يوم اللي مرقوا. خلينا نحكي مع تانيا. قديش هالاصوات يلي عايشها قبل بترجع بتفتح له ذكريات، وضيوفنا وزميلتنا اليوم بالاستديو رجعوا عاشوا هالتوتر. هبه زيدان زميلتنا، اهلا وسهلا فيكي. ورنا مملوك مرحبا، صباح الخير. رح نحكي اليوم عن خبرتكم، كنتوا عايشتوا هاليومين ال 24 ساعه مثل ما سمعنا، يعني الدسمة جدا والخطيرة جدا، اكثر 36 كمان صحيح تحت الاصوات. وغيدا وانا عايشنا مرحلة يمكن قبل شبيهة باللي شفناه منيح، اللي هون انحصرت بكم ساعة عايشناها فترة طويلة. ولاحظت على عليكم قبل ما نحكي بشو صار معكم بهالكم يوم اللي قطعوا، لاحظت انه رجعتوا توترتوا صحيح؟ الصوت 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 رجع وتركم اكيد. هلا اللي نحن كلنا سوا قاطعين فيه، وخاصة انتم بنسميه بي تي اس دي اللي هو التروما ما بعد الصدمة. صح. بس قبل ما نوصل على التروما غيدا، رح نشوف شو عاشوا، رح نحكي عن التروما نفسه، شو عاشوا الصدمة اللي عاشوها. بنبلش معك هبة. انت بيتك كان قريب على مركز التقل بالمعارك، وين عشتي 48 ساعه؟ التقل كان عند رنا، هي اللي كانت اقرب. مزبوط. بس مشان هيك انا بدي اتركها لبعدين هيك وللقسم القسم للاخر. انا مثل كل نهار احد عندي عالم صباح، خلصت عالم صباح وطلعت على صيدا. كان عندنا نهار مميز نحن بالعائله، كان خاله اولاده الثلاثه كان عامل لهم عيد ميلادهم، جايين السعوديه ليصيف، ما بعرف قد ايه بعد بفكر يجي يصيف بلبنان. اجا وكان في عنا عيد ميلاد يعني عم نحضر وهيك. وصلت على البيت وارتحت شوي، وعلى اساس ظاهرين يعني من البيت لنروح على منطقه الشرحبيل. انا مطرحي هي باخر اياه على الوسطى اول الهلاليه، يلي هو بيفصل تقريبا اذا فينا نقول شارع عن عبره، يعني منا هالمنطقه اصلا بعيده، وصيدا كلها صغيره وكلها كانت منا امنه. سمعنا اطلاق نار، انا قلت انه مثل العاده تعودنا نسمع اصلا اطلاق نار كل يوم بلبنان. بعد شوي على تويتر قريت خبر انه في اشتباكات وفي شهيدين من الجيش. انا قلت لا، شكل القصة ما حتكون مش حتقطع مثل كل مرة. دغري قررنا انه نفل من البيت، رحنا اساس ما نروح على منطقة كمان فكرناها أأمن، هي منطقة الشرحبيل يلي هي كمان بيفصل بينها وبين عبرة اذا فينا نقول وادي كتير صغير او حتى طريق فرعي، يعني ما كتير بعيدة ابدا عن مطرح الاشتباكات. صحيح. ورحنا، كنت مفكرة انه هناك حنكون بأمان اكتر. قضيناها بين الكوريدور ومضطرة اقول بالتواليت ماكسيموم. تاني نهار كمان كان عم بيقوى اكثر، بتذكر هيدا تاني نهار الصبح كنا بعدنا يعني ناس نامت ناس تفيق ناس كذا، انا من الاشخاص اللي ما قدرت نام ابدا، قضيتها بالتواليت كل الليل انا وفي كان معي بنت خالي، في عندنا اولاد صغار يعني يوقفوا بالكوريدور. بعد ما بنسى منظر ابن خاله الصغير عم بيقول له لبيو انه بابا ما قادر امشي، انه فيك تجي تاخذني لمن مطرح لمطرح، يعني ولد صغير ما قادر يتحرك قد ما خيفان من الاصوات. تاني نهار على اساس انه يمكن قلنا بلشت تروق، بطلنا يعني كانوا يروقوا ويقوى القصف. رجع كنا وصل الرصاص الطايش قريب كثير من مطرح ما كنا قاعدين، اضطرينا ننزل على درج البنايه لنتخبى. يعني هيدا اجواء رعب، اجواء خوف ولكن معرضين. حتى في حدا في مره انصابت بالبنايه اللي حدنا من منطقه الشرحبيل، ويعني اجى الصليب الاحمر اخذها. وقررنا نهرب نطلع برات صيدا، ما قدرنا المسلحين بالشوارع، رصاص القنص في يجي عليك باي لحظه ويقتلك. وانت في ناس
انصابت في ناس انصابت او جرحت. واصلا المعركه ما انحصرت بس بعبره، يعني بستان الكبير كان في اشتباكات على الاوتوسترات، كان في اشتباكات حتى بمنطقه الشرحبيل. اخر شيء انه كمان كان عم بيضربوا من المنطقه لا عبره، انه كان وين ما كان محاصرين، وين ما كان عم نسمع صوت رصاص. هبه انت مش ما عايشتي طبعا اي حرب قبل، يعني مش قاطع عليك اختبار مشابه غير حرب اسرائيل؟ لا لا، يعني غير هول الاشتباكات اللي بنعيشها كل يوم. 2006 ما كانت هالقد قريبه اذا بدنا نعتبر 2006 يلي هي اخر حرب اصلا. طعمتها للحرب الاسرائيل انا برايي غير هيدا. هيدي ثقيله اكثر، زنخه اكثر، لانه بتحسي بين اهل الوطن الواحد. 100% 100%. شعورك، شعور اني مشروع ضحيه، قديش كان 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 بيناتكم كلكم؟ كان قطعتوا بهالشعور انه فينا نكون ضحيه باي تكه هلا؟ اكيد اكيد. انا بس عن جد يعني انا العالم يمكن معودين علي اطلع احكي رياضه، انا اليوم عن جد بدي اوجه صرخه لكل هالعالم. من بعد احداث صيدا في عالم قالت انا بدي فل، بدي اترك صيدا. انا سوري بدي اقولها مثل ما هي، انا تيست، بدي ابقى بصيدا، بدي ابقى بلبنان. نحن بدنا نعيش هول العالم اللي بدهم يقتلوا بعض، يا عم يظهروا برات لبنان يفضوا حساباتهم برات لبنان، او اذا بدهم حابين يدلهم بلبنان نعمل لهم غابه بلبنان يفوتوا يقتلوا بعض جوا. صباح الخير جاري قنص جاره، صباح الخير جار تقوز جارتها. نحن ما بقى نحن بدنا نعيش، نحن بدنا نسهر، نحن بدنا نشتغل، نحن بدنا نتعلم، نحن بدنا نبني وطننا، نحن بدنا نحب، نحن بدنا نسهر، نحن حقنا. هبه يلي عم تقوليه انت بهيدا بهيدي اللحظه بكلامك عم تعلني مقاومتك السلميه. طبعا مقاومتك طبعاً. عبر الحياه طبعاً. وانا هيدا قرار امبارح اخذته، رح احكي باخر الحلقه، وهيدا القرار الصائب انه اخذ واثبت بحلي وبدي اعيش. تانيا انا ما بدي اقول ان نحن نتشبه بالبلاد الاجنبيه، طب مينيموم حتى نحن البلاد العربيه اللي سبقتنا مليون مره، واوقات نحن بنروح بنتمسخر على هالبلاد ما بعرف ليه. قطر رح تستضيف مونديال 2020، دبي عندها اعلى برج بالعالم، نحن شو عنا؟ لا عن جد يعني يخبروني اكبر كميه. نحن شو عنا؟ نحن شو عنا؟ كلنا مسلحين ضد بعضنا ما بنعرف عن جد. حرقت قلب يعني من يومين، لانه يومين قضيناهم تحت القصف، كل حدا يهذب نفسه، كل حدا يبلش من حاله يقول انا ما بدي اكون طائفه، ما بدي لا للتعصب، نكون مع بعض ونبني وطننا. وهيدا العامل لبنان تنوعنا. رنا اهلا وسهلا فيكي، ترددتي جدا الف الحمد لله على السلامه. يا رنا ترددتي جدا قبل ما تجي وتشاركي اختبارك، لانك بعدك اصلا تحت الصدمه ومش شغلتك لا تي في ويمكن وما بدك مقلك كندا، بس حسيت انه لا هي يمكن رساله بقدر اوصلها لاي منطقه بلبنان. في طرابلس كانت امبارح، عرسال، ما بعرف مين، بيروت. صح. انا حد بيتي اجت القذيفه هيدي الطايشه من بلونه اللي مش معروف كوعه من بوعه، كلنا عرضه اللي قطعتي فيه. انت كنتي أقرب بكتير على منطقة الاشتباكات، أنت بعيدة شارع عن المربع الأمني بين هلالين تبع الأسنين. أنا شارع بالضبط 100%. أنا ترددت قبل ما أجي بس حسيت أنه لدقيقة أنه عن جد لازم أعبر، أنه لازم أحكي. صحيح. طلع جواتي قد ما عانيت من أمور. نحن كنا مثل ويك إند عم حضر أغراضي ونازلين على البحر أنا وجوزي وولادي، عندي بنتي 10 أشهر عمرها وابني 6 سنين. إي فنازلين عادي، فجأة بيطلع صوت رصاص وبتعلق، يعني مش انه نتحضر، ما في شيء دغري، ما في شيء. فجأة قاعده بالتي في روم حاطه سدي للاولاد وعم حضر حالي تنزل على البحر، بتعلق بطريقه غريبه مش معقول. هلا الثلاثه كان ثلاثه قبل انه كان اوريدي انه في كمان اشتباكات، ونزلت اجت اختي اخذتني تحت القصف وتحت وكانت هورت فينا السياره، فكنت محضره انا شنطه على جنب، حضره شنطه على جنب، قلت انه اذا علقت باخذها وبنزل عند اهلي. المهم اخذتها ونزلت نهرب انا وجوزي وولادي وعلقت. وهي كانت كانت بشكل مش طبيعي، نزلنا عند شقه جيراننا تحت الارض، يعني ما في مجال انه الواحد يهرب او يطلع بشكل مش طبيعي. القصف عشوائي، كان قذايف اجت بالبنايه، شي 7 قذايف دمرتها، لدرجه انه عن جد انا عبطت ولادي وجوزي انه قلت شهادتي انه خلص، قلت انا بدي موت اليوم. وجيراني كلياتهم كنا تحت انه بين درجين على القنين، عرفتي؟ فشي مش طبيعي. قد ايه قضيتوا وقت؟ كل الليل كل الليل. اي انتوا باتصالات اكيد استنجدتوا؟ يعني انا كان في خط ارضي، لا موتور ولا كهرباء ولا مي، انقطعت كل وسائل الاعلام عنا، ما قادرين نحضر تي في نشوف شو عم بيصير برا. في خط ارضي دق للماما انه انجا يعلق، الا انه بس خبرونا اذا في خبر عاجل، طلعوا هدني تنطلع، نطلع طلع اولادي وطلع العالم انه اطلع اصمت. ما في ابدا، يعني لقيتوا وقت نفسكم بقلب ساحه معركه حاسمه.
وانتم علقتوا جواتها مثل كثير ناس، انتم مثال عن كثير سكان بالمنطقة. 100% ابنك شو كان ابني؟ انا ابني انا كان ست سنين، يعني ست سنين بيقول لي مامي، قلت له مامي انت خايف شيء؟ قال لي انا معي الايباد، انه قد ما في جربت قوي حالي كرمال ولادي انه اعطيه الايباد تلتهي فيه ما يتضايق. فقال لي مامي لا انا ما خايف، بس مامي انا زهقت من هالصوت الرصاص، انت بدهم يوقفوا انا زهقت. قلت له مامي يلا حنخلص. مامي بقي يخلص، اصوات قذائف شيء مش طبيعي يعني، متواصله ما عطوا هدنه حتى نظهر يعني. عن جد عم بحكي هلا، عم بتذكر كثير كثير بلوعه بقلبي انه ليك وين وصلنا. يعني نحن العالم السلمية اللي مش مع حدا، انا مثل ما قالت هبة انه بزيد على كلامها، انه نحن عن جد اللي ما مع حدا، اللي ما منأيد اي حزب وما مع حدا، نحن وجيراني وحوالينا يعني بنيتنا ما كان يعني مش محسوبه حدا لتجي فيها قذائف ورصاص على غرفتك بغرفه النوم اجت قذيفه تفلعت كلياتها، جيراني بيتهم كلهم حرق. انه هيك قصدي نحن السلميين، انه شو بدنا شو خصنا يعني؟ هيك كمان برجع نفس اللي كنت عم اقوله، نفس الشيء برجع بتحسي انه انا مشروع ضحيه بلا ما اطلب يعني. Exactly. ما حدا استشار ايه 100%، ما حدا استشارني علقت، بس مجرد انه نحن هون مع عيالنا عرضه لمضايقات على اشهر طويله، وعرضه لمعركه حاسمه ألزم الجيش انه ينفذها، بس انتم كنتوا كمان من الجهتين بنصها، كنا نحن جواتها يعني مش عارفين انه اذا بدنا نطلع حيين ولا خلص بدنا نموت. لما طلعتي لبرا لما خلصت وطلعتي، انا ثاني يوم يعني مثل كانه خف شوي رصاص، خلص قلت بدي خاطر ما بقى في ضلنا تحت الملجا يعني تحت الشقه، ما بقى قادره. قلت لهم نظهر، انه حسينا في صوت رصاص خفيف بنظهر. شي ظهرنا هلا، انا ابني قال لي مامي تحت انا مش خايف، ظهر لفوق وجهه اصفر بلون الحيط ابيض ابيض، طلعت فيه هيك وتحت انه ما في كهرباء، كان في انه شمع حاطين مش اشعته، رجعنا فظهرنا نزلنا بطريقه انه فرعيه وانا ماسكه بنتي قاعده حد زوجي خايفانه انه 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 يلا يا رب نوصل عند اهلي، بدي اوصل عند اهلي يعني. ومعنا يلي عم تخبرينا اياه غيدا، نحن معنا شباب معنا بالاستديو، رح لهم سيارات رح لهم ارزاق، في قسم من فريقنا اضطر كمان ينام هون ما قدر سرب، قسم الثاني يلي ساكنين من سكان المنطقه ما قدروا طلعوا منها. يعني بتقولي اذا على 36 ساعه 40 ساعه هل قد عشنا؟ شو يعني قد ايه ثاقبت قد ايه عايشين قبل نحن قد ايه معانيين؟ عم نحكي عن جيل معانا لا يمكن قبل ما قطع فيها، قطع ب 36 ساعه ب 40 ساعه يلي قطعنا فيه شهور وسنين بلا ما قد وجع، هالقد خوف، هالقد وجع، شو ما عارفه انا شو مصيري وشو مصير اولادي، اذا بدي اشوف اهلي ولا ما بدي اشوفهم. بعتقد اجمل شيء عنا بمعقول نعمله لنساعد حالنا نطلع من التروما هو يلي عم نعمله اليوم هون، هو مشاركة الاختبار، مشاركة شو عشنا. إذا بخلي يلي عشته جواتي، أنا بدعي كل المشاهدين يلي عاشوا هالأزمة ال 36 ساعة بصيدا اليوم، يلي عايشينها بطرابلس، يلي بعرسال، يلي بأطراف لبنان لما بيقع عليهم أذيه، يطلعوا يلي نحن اليوم هيدا مثال صغير طلعنا يلي جواتنا، هي رسالة سلام عم نقطعها، وهيدا تفريغ لمشاعر كتير كومبلكس كتير مركبة قطعتوا فيها وقطعنا فيها. بحكي أنا كمان عن اختباري على السريع، لما نايمين بنص الليل وإز بتوقع قذيفة بعيدة 5 أمتار عن شباكي، ردة فعلنا كانت إنه نركض على الكوريدور، التقينا أنا وزوجي شي حامل ولد نايم شي، نفس ردة الفعل هيدي اللي عايشينها قبل، وما في نار، ما في دخنة، ما في حس، ما في أمبولانس برا، الضياع التام آخر الليل، ضلوا لتاني يوم الساعة 1 لأكدوا إنه قذيفة، ونحن كلنا كنا عارفين إنه قذيفة بالمنطقة، يلي شاف الشهب نعرف صوت الديبار، تذكرنا صوت الانطلاق. الأولاد صاروا يميزوا، الأولاد صاروا يميزوا بيقولوا لك هيدا هيدي طالعة وهيدي نازلة، هيدي كلنا عشناهم كلهم بيرجعوا بيوعوا بتكي، إذا بيوعوا بتكي وبيشلوني أنا عم بعرض أنا حالي للخطر أكثر، إذا بيوعوا أو بيخلقوا للي ما عاش قبل وبقدر وعي فيي حس السرفايفر الناجي يلي بده يعيش، بقدر أنا سيطر عليها بالخوف. بهالإطار أنا مبارح غيدا أخذت قرار، أنا مبارح صار حادث بوجنا هون، كان في أي أنا أو أي حدا بناخذ هاي الطريق لو كان سلاح مش سلاح أبيض، الناس اللي هجموا على الميني باس وفاتوا بسكاكين على الناس بسكاكين طعنون هاي طريقنا يعني، زمطنا لأنه جوا ولأنه مش سلاح، يمكن لو سلاح كان حيلا حدا في منتصف النهار يعني طقت النهار قبل الظهر، من جمعة أكلنا قذيفة حدنا، صيدا عشناها كلنا كأنه بقلب صيدا، يمكن الرعب مش قد اللي تحتها بس أنا كنت بزحلة كنت عايشة نفس الشعور يلي أنتم عايشينه بهالغضب إذا بدكم. قررت وبدعي كل المشاهدين، بدعي قتلت الخوف يلي عندي، امبارح قتلته خلص، يعني عندي
بين ذير دان ذات مثل ما بقولوا، انا معيشين الحرب وبنعرف كيف نتصرف، عندنا هالسرفايفر انستينكت، هالضمير الناجي اللي بيخلينا نسعى انه نعيش. انا بدي اروح اتغدى سمك بصيدا، بدي اطلع لانه صيدا بحاجه انه تعرف انه كل اللبنانيه بيعرفوا انه هي اكبر بكثير من هالبوطه او هالمجموعه اللي اذتها. صيدا مدينه العيش المشترك. صيدا انا بدي انزل اخذ اولادي وانزل على صيدا اتغدى فيها، بدي اقطع على الحلويات محل البابا مع اللي دعايه اليوم، بدي اتغدى على، بدي اطلع على طرابلس اكل حلو طيب من طرابلس، بدي ابرم بسوق التل، بدي اطلع على البقاع اقضي ويك اند بلا ما اخاف اذا في خطف، اذا في قصف، اذا في شيء، ما بقى بدي اخاف، ساعه اللي بموت بموت، من هلا لوقتها هيدي ارضنا، بدكم ترعبونا، بدكم تخوفونا، خلصنا، قتلناه للخوف، هيدا بلدنا وهي حياتنا، بس اذا بدنا نموت بنموت، اذا ازمت بنتخبى بنلطي بنعرف، بالحمام، بالارض، تحت الطريق، تحت نعرفهم كلهم. لازم يعملوا لنا دورات انا برايي. بتعرفي مزبوط، بتعرفي وقت اللي حكينا وقت الحرب، وقت ذكرى الحرب بلبنان، وقت قلت لك انه انا نمت ثلاث ليالي، نمت ثلاث ليالي بالمدرسه وقلت بتمنى انه اولادي ما يناموا ثلاث ليالي بالمدرسه. صحيح. يعني للاسف هذا الشيء رجع صار، وكل الناس اللي كانوا موجودين بالمكان اللي هن متواجدين فيه ناموا بارضهم، اللي علقوا بالسوبر ماركت، اللي علقوا بالصيدليات، واللي علقوا بالاماكن اللي كانت مفتوحه، لانه من نحن بنعرف انه مدينه صيدا بتفتح ابوابها، المتاجر كلها بتكون فاتحه نهار الاحد، ما بتسكر مثل غير مدن بلبنان. وانا قطعت رجعت بعدين بس خلصنا امبارح الهوا، قطعنا من حد المنطقه، يعني حد المربع الامني للاسف، او هالمنطقه اللي سموه صار مربع اللي تمت تسميتها، وشفت المنظر كله. انا بعرفه للشارع كثير منيح، انا عمتي ساكنه دغري باللزق المسجد، وطلعت فيه قلت انا هيدي ما قطع عليها 36 او 40 ساعه قصف ودمار، قطع عليها 10 سنين. صح. انا امبارح ما عرفتها للمنطقه بس شفتها، قلت مش معقول هذا اللي صار، مش معقول هذا اللي قطع. صح. كميه سلاح والتفجير اللي بعده عم يصير امبارح، لانه كل اللي موجودين بالمنطقه الترسانه اللي عاملين ما قادرين يرجعوا على منطقتهم، لانه عم بفجروا بعضهم الالغام. صحيح. والقنابل اللي بعدها غير مفجره، وبعضهم عم بيداهموا المنازل، لانه للاسف بعد في مسلحين مدججين بالاسلحه. صحيح. وهذا الشيء اللي بخليك تاسفي وبخليك تنصدمي وبخليك تعيشي بهول الصدمه. يعني نحن الحكي مش مثل الشوفي واللي عشتوه انتم، نحن بس هلا رجعنا سمعنا الاصوات، كلنا رجعنا هيك تاثرنا، كلنا رجعنا حسينا حالنا قلبنا قبض وقلبنا كمش، وما بقى قادرين نتحمل هيدا الشيء. بقى بنقول عن جد وعوه وفيقوا، ما بقى تلحقوا حدا بدون ما تفكروا، ما بقى تخلوا حدا يتحكم بمشاعركم بمصائركم، الحياه لكم، الحياه مستمره، ولبنان هيدا سحره لا يحمي لبنان كله وهيدا جماله. يعني نحن تعودنا يمكن نرجع ننهض ونرجع نفيق ونرجع نكفي ونرجع يمكن نعيش كيف حياتنا. بس كثير بس كمان رنا، قبل ما نختم في رساله منك بدك توجهيها. رسالتي بوجهها لكل المسؤولين وللدولة، عن جد انه المفروض يطلعوا بقى بهالبلد انه نحن كفانا الصراحة، نحن مش محسوبين على حدا ولا على حزب ولا على تيار معين، لا هون ولا هون، الناس نحن السلميين كرمالي مش كرمالي، كرمال ولادي ما بدي يتأذوا، ما بدي عن جد يعيشوا، انا كثير تأثرت وخفت عليهم، ما بدي يعيشوا اللي انا عشته. بنوجههم انه وين الامان بقى؟ بدنا امان، ما بقى نحن ما بقى نحمل الصراحة. ونحن هذا جيل انه قبل ماما بتخبرنا انه قد ايه عاشوا قبل، انا هذا ما بقى بدي اعيش ولا بدي عايش ولادي. عن جد انا قبل قلت انه قررت قبل ضد انه سافر من لبنان، بس صدقيني من بعد ما صارت معي هذه القصه قلت انه انا بدي احمي ولادي، بدي اروح، بدي فل. هلا قولي الفكره، عرفتي انا هلا بدي ضلني اهل اكيد إيه، بس انه لا الفكره بتسيطر عليكي، مش كرمالي كرمال ولادي. انا اكيد كلنا بنفكر فيها بلحظه الغضب، بتقولي ما بدي اعرضهم للخطر. Exactly. بس بذات الوقت منيح اللي كانت عمليه جراحيه كبيره وخلصت بارضها. بس انا بدي كمان اقول هيك بالختام لكل واحد مفكر انه اذا حمل سلاح وتبع حدا وقاتل بقبيل شيء ثاني عم بيعمل شيء له مجد، انا وياك بنتشارك اكثر بكثير من يلي عم بيحاول يبني حيط بيني وبينك كمواطنين. الحيط اهبل ستراكشر، اهبل بناء، مين ما كان له عمر حيط بعمر حيط، الجسر بيني وبينكم، الجسر بينكم وبيني اذا بنبنيه اهم بكثير، حاجتك مثل حاجتي كمواطنين، نعيش، نشتغل، ناكل، نتعلم، نروح، نشم هوا، هو اهم بكثير من انه نلحق مين ما كان لنقتل بعضنا. بتمنى انه نوصل لكلنا سوا، لانه شو احلى بكثير وشو عنا اشياء نتشاركها سوا بدل هالحيطان اللي عم نخليهم يساعدونا يركبوا فيها. أكيد. تحيه لصيدا، تحيه لكل اللي نجوا، تحيه لاهل طرابلس، تحيه لاهل البقاع، تحيه لاهل اي منطقه عم بيعيشوا هالتروما هالصدمه، لانه كلنا ما بدنا بقى نكون مشروع،
ضحايا، نحن مشروع مواطنين. صحيح. صحيح. شكرا لشهادتكم القيمة جدا اللي بتشبه كثير شهادات لناس عابلون يقولوها. أكيد أهلا وسهلا فيكم رنا، شكرا كثير لك وألف الحمد لله على السلامة، وتحياتنا لعائلتك أكيد ولكل العائلات بصيدا. وهبة كمان شرفتينا اليوم، بسطنا فيك، ورح نرجع نشوفك أكيد بنشرات الرياضة، ونهار الأحد أكيد رح أرجع أقول لك 1 2 3 هبة يا حياتي فرشيتي لي خلق اليوم، ولما قلت رح أبقى بلبنان وكلنا بدنا نبقى بلبنان، نحب لبنان ونعشقه ونعشق هوي. شكرا لكم وأهلا وسهلا شرفتونا. تانيا بنشوفك خميس الجاي، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات زينة وكتابنا لليوم وأجندة، خليكن معنا.